أحد أبرز مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي، ويعد اليوم أحد نجوم فاين ستارز ومدون المحتوى المرئي على اليوتيوب. واكتسب لوغان بول شهرة واسعة عن طريق تصوير فيديوهات لموقع فاين، تلا ذلك اشتراكه في تمثيل عدد من المسلسلات التلفزيونية وبعض الأفلام السينمائية. أطلق لوغان علامة تجارية خاصة به، وأطلق عليها مافريك تيمنا باسم الببغاء الذي يملك. ولد لوغان بول في أبريل عام 1995 في ولاية أوهايو الأمريكية. والدته هي باميلا آن، ووالده جيري جوري آلان بول، ويعمل كوكيل بيع عقارات. ترعرع في أوهايو مع أخيه الأصغر جيك، الذي أصبح مثل أخيه مدون محتوى مرئي هو الآخر. في العاشرة من عمره بدأ لوغان بتصوير فيديوهات على الإنترنت لصالح قناة على اليوتيوب اسمها زوش. تلقى لوغان تعليمه الثانوي في مدرسة ويست ليك الثانوية، ولعب كظهير خلفي أثناء ممارسته لرياضة كرة القدم الأمريكية، وحاز على لقب أول ستار من صحيفة بلايندلر في عام 2012. ومارس بول المصارعة أيضا، وتأهل لبطولات الدرجة الأولى للمصارعة المنفردة في عام 2013. كان لوغان في المرحلة الإعدادية حينما أطلق قناته الخاصة على اليوتيوب. بدأ بتصوير فيديوهات كوميدية مع أصدقائه ليقوم بتحميلها بعد ذلك على اليوتيوب. ما أكسبه شهرة واسعة هو نشره لفيديوهات كوميدية، وبعضها يحتوي على مقالب لأصدقائه. وعبر سنوات خمسة فقط، وبفضل شغفه واهتمامه بالمجال، استطاع لوغان أن يكسب قناته الشعبية اللازمة وهو ما يزال في سن المراهقة. وخلال 7 شهور حصل لوغان على ما يقرب من 2.7 مليون متابع على قناته الشخصية، وتسع ملايين متابع له على فاين، كما أن له متابعين بالملايين على منصات التواصل الاجتماعي الأخرى مثل فيسبوك وتويتر وإنستغرام وسناب شات. التحق لوغان بجامعة أوهايو وتخصص في الهندسة الصناعية، ثم ترك الجامعة في عام 2014 ليتفرغ لتصوير المحتوى الترفيهي الذي يقدمه على وسائل التواصل الاجتماعي، واتخذ من مدينة لوس أنجلوس مقرا له. وبينما كان عمره 19 عاما فقط، انتقل لوغان إلى السكن في مبنى سكني يضم عددا من نجوم قناة فاين مثله. بحلول أكتوبر 2015 عاش لوغان في منطقة هوليود أند فاين بولاية كاليفورنيا الأمريكية، وعاش لوغان مع مشاهير غيره هما مارك دونر وإيفان إيكلرود، وهو ما ساعده للتعاون مع مشاهير آخرين لصنع مقاطع فيديو أكثر جاذبية تحصد عددا أكبر من المشاهدين. حصل لوغان على منحة دراسية مرتين لكي يدرس في جامعة أوهايز بأثينا، إلا أنه غير مخططاته ليصبح صانع محتوى ترفيهي. وما بدأه لوغان كنوع من المرح والضحك تحول إلى وظيفة بدوام كامل يتابعها الملايين حول العالم عبر مجموعة متنوعة من وسائل التواصل الاجتماعي. لم يقتصر الأمر على ذلك، فيعتبر لوغان الوجه الإعلامي لبعض العلامات التجارية المشهورة، كما عمل لوغان على استغلال موهبته للتمثيل في بعض المسلسلات التلفزيونية مثل باد ويذر فيلمز وريمبو مان، والذي لعب فيه دور رجل شاذ، مما أكسبه لقب ريمبو مان بين متابعيه ومحبيه. كما لعب دور مختطف شرير في المسلسل الدرامي التلفزيوني Law and Order Special Victims Unit وWeird Loners. ويعمل لوغان على فيلمين في السينما هما Airplane Mode وThe Thinning. مافريك هو اسم الببغاء الذي يمتلكه لوغان، وهي من نوع باركة الشمس. وتخليدا له أطلق لوغان اسم الببغاء على اسم العلامة التجارية الخاصة به. كما تطور الأمر ليصبح مافريك هو نفس الاسم الذي يستخدمه معجبيه للإشارة إلى انتمائهم له. أصبح لوغان بول أشهر مقدم محتوى ترفيهي في العالم، فقد وصل عدد مشتركي قناته إلى 22.8 مليون متابع، وتحصد فيديوهاته ملايين المشاهدات، فقد حصد آخر فيديو له على الفيسبوك على حوالي 300 مليون مشاهدة، وصنع له اسما في هوليود، وهو في سبيل ذلك تخلى عن دراسته الجامعية لينتقل إلى لوس أنجلوس ويعيش في أحد المناطق الفخمة، كما قام بتعيين مدير أعمال ومخطط مالي له، كما يحضر لوغان كورسات في التمثيل في استديو أنثوني مايندل.